كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غادي نحضر معكم بطبوط اللي كيجي على شكل تاكوس منزلي اللي كيتحضر بسرعه وبدون مجهود، يعني بدون تعب كنحضروا. كنتمنى تجربوه ويعجبكم ان شاء الله. اول حاجه نبدا معكم طريقه ديال تحضير العجين. استعملت هنا زلافه ديال الدقيق، معلقه ديال الزبده، معلقه ديال الحليب غبره، معلقة سكر سنيدة، معلقة صغيرة مع مراش بيكين باودر والملح. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. ندوز معكم الطريقة. اول حاجة خديت الاناء غادي نوضع فيه الدقيق اللي ضروري من غير بلوم. غادي نوضع معلقة ديال السكر، معلقة ديال حليب غبرة، معلقة صغيرة مع مراش بيكنج باودر والملح. وهاد الزبدة نخليها للأخير صافي. وغدا نجمع بالماء دافي حتى نحصل على العجين. راه بدون دلك بدون مجهود كيتحضر. كنضيف الماء ملي يكون دافي حتى نجمع الخليط. ها هو العجين بعد مني جمعتو. دابا غادي نضيف له هاد المعلقه ديال الزبده، ندخلها وسط العجين. من الاحسن تكون هاد الزبده بحراره المطبخ. غادي ندلكو ما والو، غادي ندخلها هاد الزبده ونوضعو هكا في بلاستيك ونخليه يرتاح، يعني ماشي يختامر غير بلا ما وجدت انا الحشوه. صافي كن نجمع العجين هكا غير باش ينسجموا ليا هاد المكونات. ندخل هاد الزبده مزيان، صافي. دابا غادي نوضعو بلاستيك ونخليه يرتاح بلا ما وجدت الحشوه. دابا غادي ندوز نحضروا الحشوه. احتاجيت ليها انا استعملت صدر ديال الدجاج وبصله، جوج بصيلات هكا مقطعين، وفلفله. اللي عنده فلفله الوان يمكن لي يستعملها، انا اكتفيت غير بهذه. والزيتون مقطع نحتاجه في الاخير، وقزبر ومعدنوس وزيت المائده وزيت الزيتون. اول حاجه غادي ناخذ مقله ونوضع فيها شوية ديال الزيت ما بين الزيت الرومية وزيت الزيتون، ونوضع هاد البصيلة. نضيف لها شوية ديال الملح، ونوضعها فوق البوطة ونخليها حتى كتقلى. نضيف لها شوية ديال البزار ونخليها تقلى مع هاد الزيت. دابا غادي نضيف لها من بعد ما تشحرات ليا هاد البصله، غادي نضيف لها فلفله.
الله. دابا غادا نضيف قطع ديال الدجاج وغادا نضيف شويه ديال الخرقوم شويه ديال السكينجبير قليل من التحميره القزبر ومعدنوس معلقه ديال الليمون طارد وصافي الملح وضعته في الاول نحاول نخلط هادشي مزيان ونخليه يطيب على خاطره دابا من بعد ملي تاحت ليا العجينه حيدتها من البلاستيك ها هي كي قلت لكم راه كدلك الراس ها دابا غادي نحاول نقطعها هكا كويرات صغار ما امكن يكونوا كويرات صغيرين هما دابا من بعد ملي كملت هاكا الكويرات ديولي كناخد وحده كنرش شويه ديال الدقيق كنسرحها هاكا بالمدلك حيت انا بغيت نطيبهم هاكا في المقلة هاديك عفوا في الآلة ديال البانيني اللي بغيتو ديروهم على شكل مخيمرات طايرين يمكن ليكم الشكل اللي بغيتو أنا نحاول نديرهم هاكا طوال ضروري نديرو الدقيق باش ما يلصقش ليكم هكا العجين وحاولوا تسرحوها رقيقه باش ما تجيكمش العجينه رميضه صافي على هذا الشكل غنبقى حتى نكمل هاد الكويرات ديولي كاملين بنفس الطريقه صافي نبقى مستمره حتى نكمل هاد الكويرات اللي عندي كاملين بنفس الطريقه ولكن نوضع هكا الدقيق نورق مزيان صافي نبقى مستمره دابا غادي ندوزو لطريقه التحضير من بعد مني كملت هكا الكويرات وجدات ليا الحشوه دابا غادي ناخذ الوريقه الاولى اللي حضرنا غادي نضيف لها هاد الحشوه انا قليت الفريت غادي نستعملها معاهم على حساب هكا الوليدات ممكن ليكم تستعملوها ولا اللي بغيتو غادي نضيف لها شويه ديال الزيتون هكا مقطع
بالنسبه لحشوه البنات يمكن لكم تستعملوا اللي بغيتوا، يعني كل واحد والرغبه ديالو. وغادي نضيف لها من الفوق هكا فروماج، يمكن لكم تستعملوا فروماج حمار، موتزاريلا، اي جبن متوفر عندكم. نحاول نطويها، وانا كنضغط، نتمنى تكون كتبان ليكم الصوره. وانا كنضغط نحاول نوزع الحشوه كامله، وانا كنضغط هكا بصباعي باش ما تحلش ليا. صافي، بالنسبه للزائد يمكن لكم هكا تقطعوها بهذيك الجراره ديال البيتزا. نضيف شويه ديال الزيتون هكا من الفوق، والفرماج من الفوق، راه كيجيو ساهلين ودغيا كيتحضروا، يعني كنوجدوا كل شيء ونطيبوا كل شيء في دقه. صافي، وكنضغط على العجينه ديالي هكا من الجناب. صافي، نبقى مستمره بهذه الطريقه حتى نكمل العجينه ديالي. دابا من بعد ملي سخنت الاله ديال البانيني، سخنتها مزيان، خليتها حتى سخنات مزيان، ودهنتها بالزبده. يمكن لكم تدهنوها بالزبده ولا بالزيت اللي بغيتو. نحاول ندهنو معكم من الفوق، صافي نخليهم يطيبو. ها هما من بعد ملي بداو كيطيبو، دابا غادي نقلبهم ونخليهم يطيبوا في الجهه على الجهه الاخرى. ها هما دابا طابوا ليا، وغادي نبقى مستمره بنفس الطريقه. الى طاح لكم هنا شي حاجه ضروري نعمل لكم البانيني هكا، ضروري تمسحوه. دابا نبقى غاديه بنفس الطريقه، نكمل هادو اللي عندي كاملين. ها هو البنات الطاكوس ديالنا، الله على شكل بطبوط كيجي على هاد الشكل. من بعد مني طيبته كيجي زوين، خرج لي انا هاد الكميه بهاد الزلافه ديال الدقيق. يمكن لكم تضاعفوا المقادير الا كانت الاسره كبيره. نتمنى تعجبكم هاد الوصفه وتجربوها، صراحه راه كيجي زوين وبسيط، يعني نبدلو على الطاكوس اللي كنعرفو العادي. كي كيجي من الداخل راه كيجي غزال. نتمنى تجربوه لوليداتكم ويعجبكم. وكنقدمو لكم هكا مع شويه ديال الكاتشوب والمايونيز. نتمنى الى عجبتكم الوصفه كيف ديما دعموني بلي لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد. والى فيديو قادم، والسلام عليكم.